وقعت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة بي واي دي اتفاقا مع هواوي لاستخدام نظام القيادة الذاتية المتقدم في السيارات الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة، وستكون السيارة من طراز باو 8 الرياضية متعددة الاستخدامات أو طراز من بي واي دي، يضم نظام واوي الذكي للقيادة والمعروف باسم تشيانكون، كما ستطرح للبيع في وقت لاحق من العام الجاري.